في إطار العمل على توفير خدمة تشخيصية وعلاجية للمواطنين وتحقيق لمركزة العلاج بمحافظة الدقهلية وخلال احتفالية كبرى بجامعة المنصورة، تم افتتاح أحدث جهاز معجل خطي بقسم الطب النووي بمستشفيات الجامعة لعلاج أكثر من 60,000 مريض بالأورام سنويا. كما تم وضع حجر الأساس لمشروع امتداد مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة. بيعني إن احنا بنرفع عنهم المعاناة الانتقال إلى محافظات أخرى، بيعني إحساس الجامعة المصرية وجامعة المنصورة بمسؤوليتها تجاه المواطن المصري وتجاه المواطن الدقهلاوي، إن هي حاسة بالمشكلة وسعيها الحثيث مع منظمات المجتمع المدني الممثلة في الجمعيات إن هي تسعى لشراء هذا الجهاز اللي تجاوز قيمته 160 مليون جنيه، واللي بيتم افتتاحه النهاردة وبيتم تدشينه علشان يعالج العديد من حالات الأورام عن طريق الإشعاع. استنشن جديد اللي احنا هنحط حجر الأساس بتاعه ده مقدر ليه تكلفة حوالي مليار جنيه. جامعة المنصورة حطت 50 مليون بمشيئة الله. أنا عندي ثقة بإذن الله كل رجال الأعمال في المنصورة ورجال الأعمال المخلصين في مصر هيقدموا وهيساهموا في بناء هذا الصرح. افتتاح النهاردة الجهاز المعجل الخطي اللي هيحل أزمة كبيرة جدا بالنسبة لأبناء الدهلية والمحافظات المحيطة، بدل ما يروحوا محافظات يعني خارج المحافظة الدهلية في الإسماعيلية أو الإسكندرية أو القاهرة. إن شاء الله ده أول جهاز، إنما إن شاء الله في خطة اللي فيه ثلاث أجهزة آخرين. بشكر معالي وزير الصحة وبشكر معالي وزير التعليم العالي على هذا التعاون المثمر اللي أتى بثماره النهاردة، نوضع حجر الأساس لمشروع تكلفته يعني تقترب من المليار جنيه. يعد افتتاح المعجل الخطي الذي تقدر تكلفته ب 156 مليون جنيه والتوسع في مستشفى الطوارئ الجديد خطوة مهمة لتوفير رعاية طبية لائقة للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030. افتتاح مكان جاهز للعمل في خلال أيام، فهو إضافة حقيقية لمستشفيات الجامعة وحلم جديد ترسمه جامعة المنصورة بامتداد لمستشفى الطوارئ. فأهلا بكل المدعوين، وأكرر أن هناك الكثير من الشرف تحمله طب المنصورة بوجوده. ما ينفع الناس احنا بنقدمه ليهم، لان هم يستاهلوا. المواطن المصري يستاهل دايما كل عمل خير وكل حاجه كويسه تتعمل له، والحمد لله ربنا وفقنا. وده احنا النهارده بعد جهد طويل ان احنا ان شاء الله نضع حجر الاساس لامتداد مستشفى الطوارئ. بافتتاح احدث جهاز معجل خطي لعلاج مرضى الاورام السرطانيه والتوسع في مستشفى طوارئ جامعه المنصوره، تنتهي مع معاناه المرضى الذين هم في حاجه ماسه للعلاج. محمد حلمي، النيل الاخبار.